ابن القيم رحمه الله هو محمد بن القيم الجوزية الزرعي الدمشقي، تلقى العلم من شيخ الإسلام رحمه الله، وكان صوفيا فتاب الله عز وجل عليه والتحق بدروس شيخ الإسلام 16 عاما، فنفعه عز وجل بصحبة شيخه شيخ الإسلام، وهو حسنة من حسنات ابن تيمية رحمهم الله، كما قال ابن حجر رحمه الله: لو لم يكن من حسنات ابن تيمية إلا ابن القيم لكفته حسنة، مع أن حسنات شيخ الإسلام كثيرة جدا، وهو آية كما قال السخاوي أحد طلاب ابن حجر رحمه الله، وهو آية في الحفظ وسعة العلم وقوة الجنان ومعرفة الخلاف، قد أعطي عبادة لا نظير لها مع علمه الواسع، وهذا مما يعجب له إذا رأيت إلى هذا العلم وكيف قام بنشره وتأليفه وكتابته، ترى العجب فتقول: ماذا بقي لهذا الإنسان من وقت حتى يتعبد الله عز وجل؟ يقول تلميذه ابن كثير رحمه الله: يقول كان إذا صلى أشفقنا عليه من طول صلاته. وقد حبس مع شيخه شيخ الإسلام رحمه الله لما جرى ما جرى من فتنة، وكان يستحضر مسند الإمام أحمد عن ظهر قلب، ولا عجب، فقد ألف كتابه زاد المعاد في رحلته إلى الحج وهو في سفر، وهو 5 أجزاء في الطبعة القديمة التي عندنا، ويصل المجلد الواحد إلى 500 أو أكثر من الصفحات، وكان يذكر أسانيد الأحاديث، وكان يذكر أقوال المخالفين ويرد عليها، ولم يعثر على كتابه هذا من الأخطاء إلا شيء يسير لا يعد، لأن الوهم لا يسلم منه ابن آدم، كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكنه مرجع كبير لطلاب العلم بل للعلماء الكبار، فلا تخلو مكتبة عالم أو طالب علم من هذا الكتاب. وهذا الرجل إذا نظر إلى ما يكتبه في الإيمانيات والروحانيات تجد العجب العجاب. ومثل هؤلاء الأعلام ينبغي لنا أن نقتفي آثارهم، وإن لم نصل إلى ما وصلوا إليه، فكما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرم فلاح. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولذا جدير بطالب العلم المبتدئ، فلا يستغني أحد عن هذا الأمر الذي هو مطالعة سير هؤلاء الأعلام بين الفينة والأخرى، حتى يشحذ من همته. الله المستعان.